تدور هذه القصة القصيرة حول كلب دخل في يوم من الأيام إلى متحف مليء بالمرايا. كان متحفا فريدا من نوعه، فالجدران والسقف والأبواب وحتى الأرضيات كانت كلها مصنوعة من المرايا. بمجرد أن رأى انعكاساته أصيب الكلب بصدمة كبيرة، فقد رأى أمامه فجأة قطيعا كاملا من الكلاب التي تحيط به من كل مكان. كشر الكلب عن أنيابه وبدأ بالنباح، فردت عليه الكلاب الأخرى التي لم تكن سوى انعكاسا له بالمثل، فنبح من جديد وراح يقفز جيئة وذهابا محاولا إخافة الكلاب المحيطة به، فقفزت هي الأخرى مقلدة إياه. وهكذا استمر الكلب المسكين في محاولة إخافة الكلاب وإبعادها دون جدوى. في صباح اليوم التالي عثر حارس المتحف على الكلب البائس ميتا خاليا من الحياة، محاطا بمئات الانعكاسات لكلب ميت أيضا. لم يكن هناك أحد لإيذاء الكلب في المتحف، فقد قتل نفسه بنفسه بسبب العراك مع انعكاساته.